أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد أشرف المخلوقين وعلى آله وصحابته أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفيقا في الدين بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معلش. ما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وثبت في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. تعلمون أيها الإخوة أننا نعيش في هذه الأيام المباركة، العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وبالأمس استقبلنا شهر رمضان، وها نحن عما قريب سنودعه. صلى الله عز وجل أن يشهد علينا من الذين أطاعوا الله عز وجل فيه وصاموه إيمانا واحتسابا، كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن اليوم معشر المسلمين نحن نعيش في هذه الأيام المباركة، الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان، وهذه الأيام المباركة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد فيها بالطاعات والقربات. الرسول عليه الصلاة والسلام تكثر من العمل الصالح في العشر الأواخر من شهر رمضان. ألم إذا أغثنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضها، الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة. ونفهم شازمنا يا معشر المسلمين أن محمدا صلى الله عليه وسلم توقع سجن النوع من الكسل في بداية رمضان أو في نصفه، بل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في سائر أيامه في كل مكان وزمان. الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحفظ على الفرائض في كل وقت وحين، بل كان يحافظ الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على النوافل. النوافل شند الصلاة، يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النوع من النوافل، قالت الرواتب نزد اثنين قبر الدوار، واني اثنين واني الدوار قبر العصار واني قال سنت الرواتب، بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذه النافلة باش نسل الحرص. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا فاتته نافلة من النوافل، شن نافلة مرواتيك ربما تغيشغر، ربما تغث مثلا السفر، ربما يهرش، ربما ما نفعث النافلة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضيها. ونحن نعلم أن الإنسان يقضي الفريضة، ما يعذو ذيك الدوان يغذر عصا يغذر مغاب فرض تغش مثلا غير موجود ذي اللحظة النين يغشغر ذنين. الإنسان الذي يقضى مثلا العبادة الفرض الدوان، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي النوافل. من هنا نعلم الشد الحرص للرسول عليه الصلاة والسلام
على العبادة التي خلق لأجلها. ويكفي أن نعلم أن الله عز وجل مدس قاضي القرآن الكريم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في كل وقت وحين معشر المسلمين، لكن بالنسبة لهذه الأيام، هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من شهر رمضان، الرسول صلى الله عليه وسلم يزيد فيها من الطاعات والقربات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وربما مثلا الإنسان يتساءل، هذه سيخ في النسد سنين، ما الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يتكثر من العمل الصالح الجد والاجتهاد في العشر الأواخر؟ والرسول صدر بالله سبحانه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن ما الذي جعله مثل الجن يتكثر من العبادات في العشر الأواخر؟ العلماء قالوا لعدة أسباب. الرسول عليه الصلاة والسلام يتكثر من الجد والاجتهاد في العشر الأواخر لعدة أسباب. منها أولا، السبب الأول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يسنن تذيجن البشر من البشرية، يسن بأن لا أحد يخلد، لا أحد يبقى في هذه الحياة ما دام أن الإنسان البشر من طينة بني آدم. لا شك أن الإنسان تسجد الوقت سيفارق في هذه الحياة، ينتقل فيه إلى الدار التي تنتظرنا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم من أهم الأسباب في الجن الذي يجتهد العشر الأواخر من شهر رمضان، يعلم يقينا أن الأجل بيد الله واستنشام متى يأتيه الأجل. نشي النهار مثلا قال غنتعيش في هذه الليلة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة القدر، ندرك هذه الليلة نكثر فيها من الطاعات والقربات. لكن من منا من عنا وني الزين غذايز نغتم غافي ضمن يخف النسخ الزوض عيد الفطر، لا أحد. هكذا رسول الله تجتهد في أيام العشر الأواخر لأن السنة رمضان تغيسن واستشادر على قيد الحياة أو أذير انتقل إلى ربه سبحانه جل وعلا. والسبب معشر، السبب الأول. السبب الثاني، يجينا الرسول عليه الصلاة والسلام تغيتكتر من الجد والاجتهاد في هذه الأيام المباركة باش يجن سنة حسنة، يجن سنة حميدة ومتتغيج أتديجي الأمة، النس الأمة محمد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكسي الحمل، يكسي مثلا نحمل هذه الأمة معشر المسلمين. كان كثيرا ما يقول في دعائه، كان مثلا حينما يتضرع إلى ربه يرفع يديه ويقول يا رب أمتي يا رب أمتي. السبب الثاني الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد في العشر الأواخر من شهر رمضان باش يجي السنة حميدة لأمته، باش ازاي اقتدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسن بان الامه محمد صلى الله عليه وسلم ارتكب الذنوب، اذقن الاوزار، اذقن الموبقات، اذقن الفواحش والمنكرات. ولذلك سن لنا هذه الايام المباركه نكثر ليس من العمل الصالح. لعل الله عز وجل اذن يرحم برحمته الواسعه، لعل الله عز وجل اذن يغفر ما سلف من ذنوبنا واوزارنا، لعل الله سبحانه وتعالى اذن في اواخر رمضان من عتقاء النار معشر المسلمين. السبب الثالث، يجينا الرسول عليه الصلاة والسلام باش يكثر من العمل الصالح في العشر الأواخر باش يمسرق أكيجن الليلة، يجن الليلة مباركة، يجن الليلة عظمة الله عز وجل الذي القرآن الكريم تارة وصفها بالقدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، تارة وصفها بالبركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الرسول عليه الصلاة والسلام تجتهد معشر المسلمين في هذه الأيام العشر باش يمسرقاك ليلة القدر، خاصة إذا علمنا ما ننسل بأن ليلة القدر يسدورية الله سبحانه وتعالى، يسدورية حكمة يعلمه الله. نشين مند نهار في هذا البيت الطاهر، نرجو ونتمنى من الله عز وجل أن تكون هذه الليلة هي ليلة 27، باش الله سبحانه وتعالى غير إجن النصيب من رحمته ورضاه. لكن هذه الليلة أخفاها الله عز وجل يسدوها معشر المسلمين
ما مش يصدر كثير من المسائل ما يتعلق بالعبادات. مثلا الله عز وجل يقرأ في القرآن الكريم: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. من يدى الصلاة الوسطى؟ العلماء المفسرون اختلفوا في الصلاة الوسطى. هناك من يقول بأن الصلاة الوسطى صلاة العصر، إني قال صلاة الصبح. هذه الصلاة أخفاها الله عز وجل لحكمة باش المسلمون المؤمنون المتقون حفظا على الصلوات الخمس في أوقاتها. ثم ذن يتصل المسائل يسدريه انت الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بيوم الجمعة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم معنى الحديث: إن يوم الجمعة ذي سجن الساعة استجب ذي صلى الله عز وجل الدعاء لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه ما لم يسأل حراما، حديث رسول الله. لكن هذه الساعة في يوم الجمعة ما انت الوقت النس، ما انت الزمن النس، ما خميت تفغ الخطيب حينما يعتلي مثلا خميت قعد في المنبر أثناء الخطبة أثناء الصلاة. الله أعلم ساعة النقد ذني تستجب ذي الله سبحانه وتعالى، ولكن استواري الله سبحانه وتعالى باش المسلمون المؤمنون أذكتان من الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى طيلة هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة. ما يتعلق بمثلا الله سبحانه وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ندعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى. يوضح يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حين قال: إن لله 99 اسما. رسول الله قال صلى الله عز وجل 99 الأسماء من أحصاها وإن تغي جمعا أساس تدعو الله سبحانه دخل الجنة. لكن ذي نجي الاسم قال اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم. من يدى اسم الله الأعظم؟ القوي المتين الجبار القهار العزيز المتكبر، الله أعلم. باش المسلمون يحافظون على مثلا هذه العبادة ندعو الله عز وجل بجميع أسمائه جل وعلا. ولذلك أيها الإخوة قلت نشني كرمان الله سبحانه وتعالى ونحن نعيش في هذه الليلة المباركة التي هي ليلة القدر. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم كان حينما تتقدم به الوقت يتقدم به رمضان يجد ويجتهد في العبادة. نشي النهار أمة محمد صلى الله عليه وسلم عكس ما مشتغى رسول الله الصحابة رضوان الله عليهم. نشي في هذا الزمان في هذا الوقت في بداية رمضان نميت غنتعيش ديال البدايه رمضان خمس ايام ست ايام 10 ايام توغاتي مزيده وين عما ترد. خمي غتعض غا المسجد. نحن نطوف في بيوت الله سبحانه وعلى بيوت الله الوقت العشاء او قبيل العشاء واتي في ذمالي غتقيم واتي في ذمالي غتقد الدار نشني غتانيه نشني غتقد السجود من كثره رواد المساجد. لكن بمجرد ما انتصف شهر رمضان، شهر رمضان غايود النصف الناس بداني وذاني وذان البشر يمسلمن المؤمنون الموحدون. بدان مثلا رواد المساجد مثلا نقص من بيوت الله سبحانه وتعالى ما لا يتورنت. مشاهد إخوة حتى في يوم الجمعة سبحان الله العظيم حتى في يوم الجمعة إذ ندي المساجد الجمعات الماضية وخمد غيف الخطيب مزيل من بعد مزيل مقصورة النص في المسجد ممتلئ. إذا حتى ما يتعلق ببيوت الله عز وجل في صلاة الجمعة إذا نقصان عم سيدي 30 40 دمية ما ندان قين في الأسواق قين في المتاجر. لأن الهم النسن الغرض النسن ذي الملذات الشهوات الدنيا وما إلى. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معشر المسلمين. ولذلك قلت لكم نحن إخوة الكرام نعيش في هذه الأيام المباركة وهي الأيام العشر. تغى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي اسمنا العمل الصالح. قلت لكم لعدة أسباب. السبب الأخير باش هذه مسرقاك ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وهذه الليلة هذه الليلة المباركة ليلة القدر ما مش قال العلماء
قيل هي من خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالصيام. الصيام زمة، لكن الصيام ونتنية زمية يفرضي الله سبحانه على حتى الأمم الماضية زمة اليهود النصارى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وإن كان ذي النوع الاختلاف في الصيام، لكن ما يتعلق بليلة القدر، ليلة القدر الجمهور العلماء يقولون بأنها من خصوصية أمة محمد صلى الله عليه وسلم لعدة أحاديث. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني إسرائيل، وإن ذي مثلا ذي الأمم الماضية تعيش النطاس، ذكر لرسول رجل من بني إسرائيل يكسي السلاح تسلح يفقد هذه الجهد في سبيل الله، يسكس الزاد يسكس مثلا سلاح الناس، امتطى فرسه وخرج مجاهدا في سبيل الله. شحال كذي الجهاد؟ شهرين، ثلاث شهور، عام، عامين، ألف سنة، ألف سنة، ألف سنة وهو يجاهد في سبيل الله، 83 سنة. حينما ذكر لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه تعجب، وأعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الليلة التي هي خير من ألف شهر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة ما بجدوا مني قبل قليل سماها الله عز وجل أو وصفها بليلة القدر. من السبب؟ من الله عز وجل وصف ليلة القدر بهذه الصفة العظيمة، تارة وصفها بالقدر وتارة بالبركة؟ قيل بأنها وصفت بالقدر، والقدر هو الشرف والمكانة والمنزلة العالية عند الله. وصفت بالقدر لأن هذه الليلة نزل فيها كتاب ذو قدرين بواسطة ملك ذي قدرين على أمة ذات قدرين. ولتنذج القول ليلة القدر سميت بالقدر ما يمي لأن هذه الليلة سنزردس الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم نزل فيها أو ابتدى فيها نزول القرآن، نزل فيها كتاب ذو قدر غاسج القيمة عند الله سبحانه وتعالى. الكتاب ونتاني الذي هو دستور المسلمين وثيذيوي لمحمد صلى الله عليه وسلم بواسطة ملك جبريل ذي قدر. هذا القرآن يسد لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ذات قدر. هذه الأمة من خير الأمم على الإطلاق. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قلت أيها الإخوة، هذه الليلة وصفها الله عز وجل كما قلت لكم تارة بالقدر وتارة بالبركة، لأن غسج المكان عند الله سبحانه وتعالى على بقية الليالي. ما مش يعظم الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة على سائر الأيام، ما مش يعظم الله سبحانه وتعالى شهر رمضان على سائر الشهور، أمن يعظم شرف الله سبحانه وتعالى ليلة القدر على سائر الليالي. والصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كثيرا ما يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موعد هذه الليلة، ما دام إجل الليلة عظيمة، إجل الليلة يشرفت الله سبحانه وتعالى على بقية الليالي، إجل الليلة يسنزردس القرآن الكريم، ليلة هي خير من ألف شهر. بطبيعة الحال بطبيعة الحال صحابة رسول الله تغتقن المجهود باش المسرقان مع هذه الليلة المباركة. وللحديث بقية بعد الأذان بحول الله. الحمد لله.
الله أكبر الله أكبر. اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شحال انا واني الاذان مقدمين تور شويه، مقدمين تور شويه، مقدمين جبد شويه. بوخزاني شويه يقول ماشي بالنسبة لي جمعة شوية دقاقيب. إيوا ما تيسمش زعما ها الله يكف العون حتى رفقي وادي تيسمش رفقي وادي تيسموزيش يتعطل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا معشر المسلمين ونحن نتحدث عن هذه الليلة العظيمة التي هي ليلة القدر التي قال فيها المولى عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. كثير ما نسمع معشر المسلمين عند الوعاظ وعند الخطباء في الدروس استورنا عن ليلة القدر، مثلا لماذا سميت بليلة القدر، ولماذا أخفاه الله عز وجل، وش الصحابة رضوان الله عليهم بيّنها ووضحها وأرشد إليها الصحابة أم لا. كثيرا ما نسمع مثلا الإنسان، كثيرا ما نرى ونشاهد من يتكلم على هذا إخوة الكرام، لكن ذن الإشارة لابد أن نشير إليها. قلت لكم قبل الأذان ليلة القدر أخفاه الله سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم تغذيس نحتلهن أمنوس بشد مسرقان مع ليلة القدر. ماذا كان يقول لهم؟ إنس التمسوها في العشر الأواخر في الأوتار، قد تكون 21 دي 23 دي 25 دي 27 ربما تير حتى 29. وهناك من جزم استند على بعض الأحاديث، أبي بن كعب صحابي جليل الجود بدون استثناء نش بأن ليلة القدر هي في ليلة 27. وهناك من استند على بعض الإشارات والاستنتاجات الواردة في سورة القدر، قالوا بأن ليلة القدر هي ليلة 27. إذن من الغتهمان معشر المسلمين أن الله عز وجل ماذا قال عن ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثانيا يجب أن نقف مع هذه الكلمة ليلة القدر خير من ألف شهر، بمعنى أن الإنسان من وفق الله سبحانه وتعالى من المسلمين من المؤمنين الصادقين وافق هذه الليلة اكثر ليس من الطاعات والقربات ومن العمل الصالح ومن الذكر ومن الدعاء ومن التضرع ومن الصدقة لوجه الله يحصل على ثواب عظيم. ليلة القدر هي خير من ألف شهر، لكن السؤال المطروح: من الذي يستحق هذا الثواب العظيم؟ ودي شمار لني ترحى نغهم زيذاوين رجالا ونساء، يا يزنير طيمغارين ودي شام وني ترحى نمار غهم زيذا يحطى ليلة القدر يتود هذا الثواب العريض، هذا الثواب العظيم. هي مثلا ألف ألف شهر من العبادة
وألف شهر 83 سنة وزيادة. نعم الله عز وجل قال ليلة القدر خير من ألف شهر، لكن قلت لكم معشر المسلمين الإنسان ديار برنس هذه سقسيخ في النس هذه خزار التمزج ذن اتراح غابيت من بيوت الله في ليلة القدر يكثر من الدعاء، يكثر من التضرع، يكثر من قراءة القرآن، ثم اتفق ديتاود هذا الثواب العظيم نغمنا ذميتا ثمزيدا يتفق ديخوا بدون نتيجة بدون أجر ولا ثواب. نعم الله عز وجل قرن ليلة القدر خير من ألف شهر، ولكن لمن؟ من الذي يستحق هذا الثواب العظيم؟ هذا الثواب العظيم يستحقه المؤمنون الصادقون المتقون المخلصون الطائعون الممتثلون لرب العالمين. وميتيش الله عز وجل الثواب ألف شهر في ليلة القدر بنذمني وذيب الغش دي التجارة الناس بنذمني مثلا يتقن الإحسان دي الوالدين بنذمني مثلا الذي لا يسيء الجوار. أما الإنسان الذي مثلا يتقي الغش أو سوء المعاملة في بيعه وشرائه كيفما كان تاجرا أو ذا حريف أو ما كيفما كان، فالذي مثلا يعود إلى منزله بثواب ألف شهر قلت لكم المؤمنون الصادقون المتقون الممتثلون لأمر الله عز وجل. أما الإنسان ونيش نقرا الورثة أو إيش أقرا مثلا لليتامى والمحرومين أو تطاول على إخوانه المسلمين أو مثلا عامل إنسانا معاملة سيئة أو أهمل مثلا معاملة وما إلى القائمة طويلة، الإنسان عليه أن يسأل نفسه إذا أردت أخي المسلم أن تعود إلى بيتك في ليلة القدر بهذا الثواب العظيم يجب عليك أن تتوب إلى ربك التوبة بشروطها يوضح العلماء وأن ترد المظالم إلى أهله. شنجيش انت وإذا سجل النس أرس شنجيش ما شتشي ذا سنوارث النس وكشيس شاب نذم تغشت ذي المعاملة كيفما كانت هذه المعاملة كذلك. علينا معشر المسلمين أن نتقي الله. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الناس يا رسول الله إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ من يسغيني يا رسول الله إن سخولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، هذا الدعاء نقوله جميعا بحرقة يقوله الإمام ونردده وراء الإمام. لكن اعلم أخي المسلم أن الله عز وجل يعفو عليك، أن الله عز وجل يغفر لك ما سلف من أوزارك من يد بينك وبين الله. تكاسلت عن الصلوات، أهملت الفرائض ما يتعلق بالزكاة، شرجنا متعمد من رمضان، هذا بينك وبين الله. ملفت بالتوبة نصوحة سيدي فشن صلى الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر ثني ذا اللهم إنك عفو تحب الله عز وجل يعفو لك يعفو عليك ويغفر لك. لكن تشيذ أيثمش تشيذ يسمش تعديت على الغير تشد التجارة تجيب سوء المعاملة مع الجيران مع أصدقائك يجب عليك أن تراجع حساباتك، يجب عليك أن ترد المظالم في الدنيا قبل الآخرة. الحمد لله نحن في زماننا نتعامل بالعملات، العملة الدرهم الأورو الدينار إلى غير ذلك من التواساش شاسة جرنس. أما يوم القيامة ذن المعاملة الحسنات. تذكروا جيدا إخوة الكرام حديث رسول الله نسيت مرة نحفظت شنو الفاتحة رجالا ونساء. الله عز وجل قال رئيس أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متى. أم محتنش دي الزمان نحسب المفلس إنت بخمسين ستين مئة ألف سواسي تسكيت خوز ديف سدير هو المفلس لكن المفلس في نظر رسول الله المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا زيد النتيجة يوي الحسنة تنشتذورا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. العبادة 60 70 سنة مرة وينشت الخصوم هاد السيئات خاك الجن
أتيري النهاية نش السقر، النهاية نش الجهنم. أترضى أخي المسلم أن يكون مصيرك؟ لا أحد يرضى من البشرية. ولذلك أيها الإخوة، نحن مقدمون على ليلة القدر. ما نفسد فصلا نشني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه يعفو عليك ويغفر لك. أما ما بينك وبين إخوانك يجب عليك أن ترد المظالم إلى أهله. يجب علينا أن نطهر قلوبنا، يجب علينا أن نطهر أفئدتنا. نهار الزوجات النغ في بيوتنا، بنت قنت لمبيسة تقنت لمبيسة يفوذرين سجدنت لعيد الفطر، كان الأولى بهن وبنا أن لمبيسة القلوب النغ أنسي ورون النغ من الحقد ومن الحسد ومن العداوة ومن البغضاء. كلكم تتذكرون حديث رسول الله لمذا سنين الصحابة يطلعوا عليكم الآن رجل من أهل الجنة، أمام شقة أمام شقة توش عوذي الناس انت يوذف ذوني فاوش ذوني رميز ضد صلاة العشاء إذ فارث عبد الله بن عمرو بن العاص الناس قيقع الخصام كبابا يزد واسر بوحق ترتيام يضيف الترتيام التغاس انت واي من يغبوك بابا سليم مسيخ الزامني تق ما هي العبادة التي قعد ازاي سلام اذا يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه انت مازال عادي قاضي الدنيا ترتيام يوفى العباده يتق شنو الشين وهذه البوشن الزياده رامي في ودع الناس يا ودي قنشوا من غشاك بابا قامين ديني قامين دايكينا من دايكينا رسول الله الناس الا ما رايت الا من تزرير ولكن خميت احوال تصغ القلب غسلان بيسا سيري نخت مليح ولا السجيغ الغل ولا ذا الحقد ولا ذا الحسد لاخوان المسلمين. من أساء إلي أحسن إليه، من قطعني سلطه، ومن هجرني ترحغاس، ومن منعني أتكرم عليه. هكذا ينبغي أن نكون. هذا الدعاء يجب علينا أن نكرره، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وكذلك في هذه الليلة وانت تشاء معشر المسلمين، نكثر من الذكر على العموم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واسبحه بكرة وأصيلا. نكثر من الذكر على العموم وبالأخص التسبيح. التسبيح لج العبادة من أجل العبادات. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما ضاقت به مثلا من ديسنان الأعداء قالوا ساحر قالوا كاهن قالوا يفرق بين المرء وزوجه قالوا ما قالوا في شخص نبينا، ولكن من ديسن الله سبحانه وتعالى الناس ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. حينما اتم رسول هذه الرساله، حينما بلغ الرساله وادى هذه الامانه، من دسين الله عز وجل في سوره الفتح اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله فسبح. عبادا تسبح من اجل العبادات. تغتكتزيش رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في صلاته في قيامه في حركاته. رسول الله في الزمن سميتو غاس كان يملك دابه غاس الحمار اللي غذ النقان اللي غذ البغله التاني تاغ المركبه يتو غيدان غا رسول الله صلى الله عليه وسلم المركبه نس ذا الحمار او ذا البغله اللي غذ الناقه اخمي غيرح رسول الله صلى الله عليه وسلم غير هذه خباب النسي قارت اجن الذكر ستره الله عز وجل في القران الكريم علمنا اياه رسول الله من تغي قارت خمين انت ان خباب ماذا كان يقول ماذا كان يردد سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. اجن الذكر من اجل الاذكار يقوله يردده رسول الله اخمين ناخ الحمار ذي زمان نتغي سكو ثلاثه هذه خمسه دنانير نشن نهار معشر المسلمين الله عز وجل وسع علينا بنادم غاس طوموبيل 30 40 50 60 100 مليون اسكوا لكن اخ بغير احد يقل مفتاح هذا يعزم وهذا زدت الشغر بالنسبه لي هذا الذكر بنغي يعلم الله سبحانه وتعالى سبحان الذي سخر لنا هذا. اخي المسلم الله عز وجل لا يخلق شيء من بطن امك وانت لا تملك شيئا من حطام الدنيا. أبدك بالنعم ملكت الأموال والمركبات خمي غاضح غاتمو بينش وخا غاضي يردوز اسكاميتاي نرف وشا غازميتيني هذا الدعاء وهذا الذكر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وأخيرا اثنين الحديث الزيس نختم بعشر المسلمين، ثواب التسبيح في الدنيا وفي الآخرة. أما في الآخرة إجنا رسول الله إقران خالد بن عمران دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من دسنيننا إن سنخذوا جنتكم، وبقال الجنة ذي اللغة، الجنة هي الوقاية. الرسول إقران الصيام جنة أي وقاية، خذوا جنتكم. ما معنى أي وقاية؟ إن ما هي جنتنا يا رسول الله؟ أم إننا بمعنى أم من عدو حضر يا رسول الله؟ واش يزد العدو؟ أنا سنجي وقاية الناس لا إني سبحان الله والحمد لله، تامزي سبحان الله والحمد لله اثنين الكلمات، فإنهن منجيات ومقدمات منجيات من النار ومقدمة للجنة، وهن الباقيات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير. ملك الأموال، ملك الأرصدة، ملك الأجرمات، ملك العقارات، والله ما سمح الدايسن داني تانية لكن من غفف ديها الباقيات الصالحات، وهن الباقيات الصالحات. والحديث الأخير قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو أمامة الباهلي إن الغجنا رسول الله إن سني الصحابة إج المزل الشلواني تاني أمرهم باش تجمع شوي الصدقة باش نسن بأن ثاني تانية خبي جمع لي الإيمان ثاني تاني ديج السنة محمد صلى الله عليه وسلم. أمر رسول الله الصحابة باش تجمع شوي الصدقة لجهة معينة لغزوة أو ما إلى. إذا بدأ الصحابة يتصدقون رجالا ونساء في زمن رسول الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يلاحظ الملاحظة يجوا صحابة وثقبال الناس قانس أبو أمامة الباهلي من يتج كيف السنس دي الجيب وهو يحرك شفتيه يسحرك إلا مثلا ينشيش الناس أنا مكمران جمعنا إني البركة قلت مثلا غطى في الناس يا أبا أمامة حينما كان الناس يتصدقون وتوريش تحرك تحرك الشفتين فماذا كنت تقول؟ الناس يا رسول الله رمز للصحابة يتصدقون وأنا لا أملك شيئا من حطام الدنيا. إذا ما تشيلي الجندس الفقراء ديس الأغنياء أنا لا أملك شيء ميت وقا قال سبحان الله تكثر من التسبيح. الناس رسول يعلم يا هذا أن قولك سبحان الله أفضل من أن تتصدق بمد ذهبا. بالنسبة للفقراء الذين لا يملكون شيئا ولكن ابن المراس إذا بيوسع خاص يجب عليه أن ينفق، يجب عليه أن يتصدق، خاصة حينما مثلا نجمع لإمام المسجد سي سعيد نسأل الله عز وجل أن يجعله من العلماء العاملين يقل مجهود الناس طيلة شهر رمضان، فمن الواجب علينا أن نقف بجانبه، من الواجب علينا أن نساعده، من الواجب عليه أن نقدم له يد العون والمساعدة. ودي ما في الخدس والله ما في الخدس ورخيج للجزء من أجزاء القرآن وإنما اعتراف بجميله نقف بجانبه نمد له يد المساعدة كل على حسب استطاعته. لأن حملة القرآن صدار بثني شارف صدار بثني عظما الرسول قرآن أشراف أمتي من عنا حملة القرآن خيركم من تعلم القرآن وعلمه الماهر بالقرآن مع الصفارة الكرام البررة. وأخيرا معشر المسلمين الرسول عليه الصلاة والسلام ذي الحياة الناس كان يكرم حملة القرآن أحياء وأموات. ربما الإنسان من يوالسك شجر بالنس كيف الرسول يكرم حملة القرآن ذي الحياة إنسان نميد ولكن أخمي غير مثبش قد تكرم. نعم رسول الله تكرم حملة كتاب الله أحياء وأموات. وقع هذا في غزوة أحدين حينما استشهد كثير من الصحابة من بينهم حملة كتاب الله جلسنا المقبرة جماعية كما يفعل الآن في إخواننا في غزة. أسأل الله عز وجل أن يفرج عنه رمي ديوين تقن الصحابة تندي الرسول يخزار تقن تندي المقبرة جماعية تكريما سن للأموات الناس الرسول قدمهم حملة كتاب الله واني غد القرآن التصد واني غهجم القبلة. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا اغفر عنا سيئاتنا توفنا وأنت راض عنا. اللهم يا رب آت نفوسنا تقواها زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا.
وقيامنا وذكرنا ودعانا، جعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم يا رب اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له الحق علينا. اللهم يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم ربنا انا نسالك ان تنصر اخواننا في غزه. اللهم يا رب انا نسالك ان تنصر اخواننا في فلسطين. اللهم يا رب قوي ايمانهم. اللهم يا رب سدد رميتهم. اللهم يا رب تول امرهم. اللهم يا رب اجعل شهداءهم الابرار في اعلى عليين مع النبيين والصديقين الشهداء والصالحين. حاج حسين اللهم يا رب اشفه وعافيه. اللهم يا رب اسمعنا برحمته. اللهم يا رب اخفف ما نزل به. اللهم يا رب كن له وليا ونصيرا وحفيظا ومعينا. اللهم يا رب اجعله ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم يا رب بارك في صحته وبارك في صحتنا وصحة اولادنا. اللهم اجعل شبابنا من الشباب الصالح. اللهم يا رب اجعله من الذين يحافظون على الصلوات الخمس في اوقاتها. كل من طلب وسال منا الدعاء اللهم يا رب كن لهم وليا ونصيرا وحفيظا ومعينا. اللهم يا رب احفظ اولادنا في ديار الغربه، اجعلهم يا ربنا من الامنين المطمئنين على انفسهم واموالهم ودمائهم يا رب العالمين. اللهم يا رب انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا رب انك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله.